في وقت يواجه فيه العالم تحديات ضخمة، تعمل مجموعة قيم العشرين على بلورة سياسات جودة الحياة وتحسين النتائج الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد حلول للسياسات العامة التي تساعد على تحسين النتائج المجتمعية والمساهمة في التغلب على أبرز التحديات. وينضم معنا عبر الهاتف للتعليق حول هذا الموضوع الأستاذ ديما للشيخ، رئيس مجموعة القيم العشرين الجديدة. مساء الخير أستاذ ديما. أهلا وسهلا بسنور أستاذ جمال، حياك الله. بداية، ما هي قيم العشرين؟ ما المقصود بها؟ وش دور هذه المجموعة تحديدا من ضمن مجاميع مجموعة العشرين؟ بداية حابة أشكر استضافتكم والفرصة اللي أعطيتونا إياها للتوضيح. بداية حابة أوضح سياق شوية عام. مجموعات التواصل سواء الرسمية أو غير الرسمية اللي يتم العمل فيها ضمن رئاسة أي دولة المجموعة العشرين، هي مجموعات تعنى بمؤسسات وناس مهتمة حابة ترفع توصياتها لقادة مجموعة العشرين، بسبب أهمية السياسات هذه في إحداث المشاركة في حل المشاكل المجتمعية. لأول مرة ومن المملكة يتم إطلاق مجموعة تواصل جديدة معنية بالسياسات المهتمة بالقيم. ليه؟ لأن القيم غيابها التام هو من أحد أسباب وجود هذه المشاكل في الأصل. فمثلا غياب قيمة العدالة أو غياب قيمة القناعة هو اللي يؤدي بأي شركة أو مؤسسة إلى استنفاد مواردها الطبيعية. فلما نعالج القيمة أساساً ونضع توصيات تحمي القيمة، سنحيل من وقوع المشكلة قبل وقوعها في الأساس. فلأول مرة مجموعة فيها أهم الخبراء في مجال السلوك المجتمعي والقيم من حول العالم اجتمعوا طواعية، ومن الرياض طلعت توصيات تخص 18 قيمة معينة تم الوصول إليها عبر بحث حثيث على أفضل الممارسات الدولية لتعزيز هذه القيم. الممارسات الدولية أتتنا من الشرق والغرب والمملكة، شارك في وضعها نخبة العقول على أمل أن تلاقي صدى إيجابي يساهم في أن السياسات الحكومية والسياسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تعزز من أن القيم يتم المحافظة عليها، بالتالي نحد من وجود المشاكل. إذا تحدثنا عن هذه القيم واللي يفترض أنها تكون قيم مشتركة اليوم بين دول مجموعة العشرين والعالم أجمع، كيف تنوون أو كيف تنوي دول مجموعة العشرين ترجمة هذه القيم على أرض الواقع؟ بطبيعة الحال أصبح الوعي بأهمية إيجاد جذور المشاكل موجود على المستوى الدولي. مجموعة دول العشرين وقادة دول العشرين طالما على مدى السنوات الماضية كانت توصياتهم توصيات تعنى بقيم عالمية مشتركة، لكن سنتوقع أن تلقى صدى كبير. ما كان يجب أن يراعى أكثر في حال قدم أي جهة أو قطاع خاص أو منظمة مجتمع مدني مساهمة معينة في الإجراءات هذه، يجب أن تكون أكثر وضوحا، مبنية على الأدلة، وتراعي الاختلافات الثقافية بين الشعوب. شكرا جزيلا لك الأستاذ ديما للشيخ، رئيس مجموعة قيم العشرين الجديدة، على كل هذه الإيضاحات حول دور هذه المجموعة في صياغة قيم مشتركة.